ديننا الإسلامي سبحان الله لما بيتحدث عن فكرة أو عن تحريم الغمز واللمز وغيره من الأشياء اللي فعلا بتؤذي النفس بشكل كبير جدا، إذا كانت موجودة في مجتمع ما تفسد حتى العلاقات الودية وتجعل هناك نفسية مجروحة طول الوقت، لا تنجز، لا تبتكر، لا تبدع، بسبب بعض الكلمات اللي هي عاشتها أو بعض التصرفات اللي كانت يعني من أطراف أخرى عليها أدت إلى أنها تؤذي نفسيتها بشكل ما. فسبحان الله ديننا الإسلامي والله عز وجل يعلم طبيعة النفس البشرية صحيح. وإيه اللي يعني يؤذيها وإيه اللي يبهجها ويفرحها ويدعوها دائما لفكرة أنها تطور ذاتها وتطور نفسها. ولذلك مع برضو التكنولوجيا الحديثة والثورة المعرفية الكبيرة اللي في حياتنا والمنافذ المختلفة على السوشيال ميديا، بدأ الناس يفهموا بعض التصرفات اللي كانت في الماضي ممكن تكون بيعتبروها عادية. صحيح. ايه يعني لما اقول لبنتي كذا، او ايه يعني لما اقول لابني كذا، ايه يعني لما يقول لزوجته انتي مالك كده اخده حجم كبير جدا في السرير وفي الاماكن وفي فالحقيقه يعني لا، بدأ الناس يفهموا ان ده يؤذي الاخر، وان ده كمان بيدخل تحت عنوان اسمه التنمر. بدأت الكلمه نفسها تنتشر ونفهم يعني ايه تنمر. صحيح. لا، تنمر مؤذي، التنمر يصل الى حد الجريمة كما تعتبرها بعض صح. الدول. صحيح. يعني في 2020 كان حدث حادثة صعبة جدا جدا في مصر. طبعا مصر دولة مرحبة جدا، بتحدث عن شعبها، مرحبة بأي لاجئ يأتي إليها، وبيبقوا وكتير من اللاجئين نفسهم هم اللي بيعملوا فيديوهات يقولوا ان الشعب المصري ما شاء الله كريم، زيه على فكرة زي باقي الشعوب العربية، احنا صحيح. كلنا كده فينا صح. هذا الدفء. لكن لما بتحصل حاجات فردية، يمكن حصلت حادثة كانت من أحد الشباب أخدوا أحد الأطفال اللي هم اللاجئين 14 سنة، تنمروا عليه وبدأوا يعني يحوطوه بكلمات معينة، بدأت مشادة، بدأوا يضربوه. هنا بدأت الدولة تعي لقى إن في مشكلة حقيقية، لابد أن يكون هناك قانون صحيح يجرم ويعاقب من يقوم بهذا الفعل، صحيح. حتى لا يعني ينهي على المجتمع بشوية الأخلاقيات الغير سوية دي. وفعلا بدأت المجتمعات تفهم، بدأت الشعوب تفهم، بدأت الأزواج تفهم، بدأت الزوجات صحيح. تفهم، وبدأت كمان المؤسسات التربوية والمدارس تفهم ده. عجبني جدا 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 إحدى المدارس الموجودة هنا في اسطنبول، مدارس الهدى، وقد إيه المدارس العريقة واللي فاهمة صح طبيعة الطبيعة التربوية، إن هي مش بس مؤسسة تعليمية، هي كمان تساهم في موضوع التربية، وده كان جزء الحقيقة مهم جدا وملفت للنظر. فوجدتهم عاملين فعالية، ويعني بتابع هذه الفعالية، فوجدت حضراتكم أنتوا اللي كنتوا قائمين عليها، فكان لابد بقى إن احنا نسمع منكم إيه التجربة الهائلة دي. كنتوا بتتحدثوا في الفعالية، ودي مش أول فعالية بتعملوها، لكن هذه الفعالية تحديدا في هذا التوقيت وبداية عام دراسي، لما نتحدث عن التنمر ومشاكله وعلاجه، ده كان شيء الحقيقة يجب أن تحيوا عليه. أستاذة مدى، الله يخليك يا رب، الله يبارك فيكين. أنا اليوم جدا متشرفة بتواجدي معكم. صراحة مثل ما حضرتك تفضلتي، يعني أهمية الموضوع بهذا الوقت بالذات. نحن الحمد لله أقمنا فعالية سراليا الهدى بمجموعة مدارس الهدى، هني كانوا رعاتنا الماسيين، وكان هدفي من الجلسة الحوارية بالتعاون مع المدرسة ما شاء الله عليهم، يعني اتفقنا أنه نحن نثير هاي النقطة لأهميتها كنوع من الرفع الوعي المجتمعي عند مو بس الأمهات، يعني عفوا كبارا وصغارا، حتى الأطفال لازم يوعوا فكرة أنه التنمر وقديه هو شيء بخل بالعلاقات بينهم وبين أصدقائهم. وهون كان هون يعني نواة التعاون أساسا بالأساس بيننا وبين مدارس الهدى من مسؤوليتهم المجتمعية اللي هن بيشعروا فيها. لذلك حبينا نعمل هاي الجلسة اللي كانت الحمد لله مكللة جدا بالتوفيق بفضل الله، يعني الله وفقنا إليها، ولقينا عليها كتير إقبال من الأمهات، من الأطفال، من الآباء. الحمد لله، يعني هو محور من محاورنا أصلا هو الاهتمام برفع الوعي المجتمعي لربات المنزل حتى، يعني مش للمثقفين. المثقفين مثل ما خبرتك هني عادة بروحوا لحالهم برجليهم على الندوات الثقافية، لكن هدف الجلسة الحوارية الاجتماعية اللايف كانت
لتستقطب الأمهات وننشر هذا الوعي ونحكي بصوت عالي مثل ما حضرتك حكيتي. يعني اليوم التنمر بالإسلام يعني إسلامنا الكريم هني من حوادث صارت بالدول حطوا غرامات وكذا، ولكن نحن بإسلامنا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام من البداية قال إن المرء لا يلقي الكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به 70 خريفا في نار جهنم. فأنا بآمن كتير بقوة الكلمة، بآمن إنه كلمة بتحطك بسابع سماء وكلمة للأسف يعني بتنزلنا لسابع أرض. وأمانة الكلمة كمان وأمانة المجالس، فهذا كله لازم يعني ينتشر ويزيد الوعي فيه بالمجتمع. لكن فعليا نفسها يعني أنا حسيت العدد كبير جدا. الحمد لله ما شاء الله العدد إيه الحمد لله كان كتير كبير، والحلو كمان التفاعل اللي كان من الأمهات اللي كانوا موجودين والطلاب كمان. يعني صار في انه لما صرنا عم نحكي عن الاحداث وما هو التنمر وكيف بدنا نتعاطى معه، لقينا في اطفال حبوا يشاركوا شو اللي صاير معهم قصصهم. يعني حتى في امهات تفاجئوا باللي عم بيقولوا اولادهم. فهو هون بيجي مثل ما مدى تفضلت اهميه دور المدرسه خاصة بالمجتمع اللي نحن فيه، لأنه نحن كلنا بالآخر بمجتمع غربي مغتربين كلنا من كافة البلدان موجودين سوا، لازم نتكاتف مع بعض لحتى نساعد بعض ننهض بالمجتمع بشكل أفضل. أولادنا نحن بالآخر يعني جايين حاطين أولادنا بالمدارس منتظرين أنه يتعلموا ويطلعوا يعني شخصيات سوية شخصيات قيادية نفتح لهم آفاق المستقبل. فهون دور المدرسة وأهمية دورة بأنه تضوي على هذه الأمور، لأنه الأولاد بقلب المدرسة يمكن بيقضوا وقت أكثر من بيقضوا بالبيت. صحيح. ممكن يصير معهم أشياء بالمدرسة ما يخبروها لأهلهم. صحيح. فهون بيجي دور المدرسة دور المشرفين دور التربويين أنه يقدروا يعني يقودوا الولد أو يشوفوا كيف بدهم يحلوا مشاكله لحتى يساعدوه تنمى شخصيته أكثر. هي فكرة كمان أنه يطلع ويحكي ويعبر عن اللي جواه واللي عايشه، ده بيجعله يتجاوز يعني أو يتخطى جزء كبير جدا. صحيح. من طبعاً. الأذى النفسي اللي وقع عليه أستاذ أهلي. تمام، هو بينسر أنه عبر عن نفسه. يعني كتير اللي إحنا بنعاني، خلينا بداية نحكي شو التنمر حتى نعرف اللي إحنا عن شو عم نحكي. نعم. شو هو التنمر؟ التنمر هو إساءة متكررة مقصودة، يعني أي عمل يسيء بقصد ويتم تكراره، يعني مو أي مضايقة أو كلمة أنا أعتبرها تنمر. طبعاً. نحن بنعتبر تقريبا من عدة سنوات بدأ هذا المصطلح يظهر على الساحة ولازم نعرفه، بس التبس كثير على الأهالي أو حتى علينا نحن الكبار أنه كل موقف أو كل كلمة أو كل تصرف هو تنمر. لا، إذا لم يكن متكرر ومقصود وفي اختلاف بالقوى شخص ضعيف وشخص قوي، عندها أقول هذا تنمر. صحيح. أنا مرة سمعت أنه الفرق بين التنمر والنقد السلبي أنه اليوم أنا إذا بقدر غير الكلمة مثلا تنقل لي أنه مثلا ليه هيك شعرك ليه هيك تيابك، إذا بقدر أنا غير خلال دقيقة معناتها هذا مش تنمر. أنه أنا أنت لو مثلا وجهتي لي ملاحظة عن ملابسي بقدر ظبطها بقدر مشط شعري بقدر كذا، فهذا أنه نقد أنا ممكن فورا غيره. أما لما بيكون شيء أنا مو قادرة غيره هون بيكون تنمر، مثلا ليه سميني أو مثلا يعني هذا الشيء أنا ما بقدر غيره بدقيقة. فهون تماما هو لفظ إساءة، يعني سواء كان لفظ أو سلوك أو تصرف مسيء مسيء للآخر. يعني والتنمر اللي احنا بنتصوره بس انه بالكلمات، ولكن هو له انواع كثير. التنمر ممكن يكون تنمر لفظي، يعني انا بستعمل كلمه مسيئه للاخر تؤذيه تؤذي مشاعره. ممكن تنمر جسدي، ضرب كثير بنلاقيها بالمدارس او الاولاد لما بيلعبوا بالحدائق، ركل ضرب ومتكرر بيتقصدوا طفل معين مثلا او ولد معين، هذا اكيد يعتبر تنمر. في عنا تنمر اخر هو التنمر الاجتماعي، انه جزء العاطفي، بينبذوا هالولد بالمدرسه بيعملوا شلل، بينبذوا ولد معين كثير بيؤذي عاطفيا واجتماعيا. في عنا تنمر الكتروني وتنمر جنسي. تنمر الالكتروني بنعرفه لما صارت في عنا هلا وسائل التواصل، صار سهل كل شخص بيتنمر على الاخر وبسهوله وبراحه. ليش؟ ضمنان انه خاصة اذا عم اعمل حساب مزيف انا ما حنعرف مين انا، بحكي اللي بدي اياه،
رغم وجود قوانين طبعاً حامية للأفراد بهذا الشيء، فبيكثر كثير ووسيلة ليعود نقصه عنده بغير من شخص آخر، أو متضايق من نجاحه، أو متضايق من التصرف ما، أو هو اللي عيب بشخصيته فقط يقصد الإساءة، فكتير سهل. في التنمر الجنسي اللي كتير موضوع مهم، وأنا بحكم يعني عملي فيه ودراسي فيه، فكتير منركز عليه كتير إنه التنمر الجنسي. يمكن فإذا بيحب ولا يحكم محاور تانية حتى نترك الحديث للمحور الجنسي. هلا أنا بس بدي أضيف شيء عن اللي قالته أستاذي مايا، أهمية هذا الموضوع أن يثار ببداية العام الدراسي، وخاصة بمدرسة مثل مدارس الهدى الانترناشونال. اليوم أنت لا تنسى أنه هي جنسيات وثقافات متنوعة، ويعني ما بتتخيلي كم جنسية، يعني ممكن بالصف الواحد كم جنسية، يعني في عندنا نحن بالمدرسة تقريبا فوق 35 جنسية مختلفة، وكله مختلف بالشكل، طبعًا باللون، طبعًا باللغة، طبعًا. وبالعكس أنا برأيي هيدا الشيء بيخلي الولد لما يكون شايف اختلاف بين الناس من هو وصغير بيتعود يتقبل الآخر، يتعلم. فهيدا الشيء كتير مهم إنه الولد يكون موجود ببيئة انترناشنال، ببيئة فيها اختلاف فيها حتى يعني تلاميذ مختلفة من جنسيات مختلفة، من ألوان مختلفة، من ثقافات مختلفة، بصير متعرف على الآخر، ما بيعود بخاف من المجهول، لأنه هو كمان يعني ممكن إنه النوع من أنواع اللي بتأدي للتنمر مرات بين الأولاد، إنه إذا شايفين حدا مختلف عنهم فممكن إنه يستقصدوا. لما أكون أنا ربيان مع المختلف عني من أنا وصغير، فهذا الشيء بيفتح الآفاق عند الولد، وبيصبح عنده تقبل الآخر. يعني فكرة تقبل الآخر كتير فكرة كتير مهم إنه يتعلموها أولادنا، لأنه هذا الشيء ممكن يعرضهم. يعني نحن في مجتمع ممكن يكون في عنا أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، فأنا لازم ربي أبنائي على فكرة إنه في شخص آخر هو مختلف عني، بس هو ماله يعني أنا بتعاطف معه ولكن لا أشفق عليه، لأنه إذا أنا أشفقت عليه فمعناته هذا بده يعطيني شعور بالفوقية، وهذا شعور الفوقية حيؤدي إنه هذا الطفل يكون متنمر على هي الفئة. فكتير مهم فكرة نعلم أبنائنا التقبل الصحيح، إنه نحن منتقبل الاختلاف ومن ربي على التعاطف، مشان هو يكون متعاطف مع هي الشخصية، إنه هذا الطفل مثلا بيمشي على كرسي متحرك، أوكي هو مختلف، هو مو يا حرام ما عنده رجلين، هو لا، هو مختلف، عنده قدرات تانية هي بيعتمد عليها أكثر، نحن لازم نساعده. فبهي الحالة وقت بيشوف هو طفل مثلا على كرسي متحرك ما بيعود بيسمح لنفسه يتنمر عليه، لأنه هو ما حاسس بالفوقية، هو حاسس أنه هو متعاطف مع هذا الطفل فقط ولكن غير مشفق عليه. فكتير مهم فكرة نعلمهم كيف يتقبلوا الاختلاف. جميل، هي المؤسسة التربوية لما تراعي ده يبقى هايل جدا جدا. لكن خلينا نتكلم كمان عن قبل الدراسة، قبل الالتحاق بالمدرسة، هو عنده بيئة تانية اللي هي بيئة الأسرة. الأسرة تماما، بيبقى ممكن تكون بعض الأمهات هي مش فاهمة المعنى أصلا. صحيح. يعني هي مش قادرة تتقبل يعني حماتها مثلا اللي هي أم زكا، مش قادرة تتقبل حد قريبها بتتحدث. صحيح. أمام أطفالها بده، فده لا إرادي. صحيح. بيوصل للأطفال طبعا. فهو كمان بيبقى عنده نفور من الآخر. صحيح. حتى لو أنا رعيته أو رعيت المؤسسة المؤسسة التربوية هذه التفصيلية. صحيح. في شخصيته وأنها ركزت عليها، ما هو بيرجع البيت برضه. صحيح. صحيح. فاللي بتعمله المدرسة اللي لم تتضافر مع جهود أسرية، أنا أعتقد أن هيبقى في فجوة، في حلقة مفقودة بتكون. صحيح. يعني هي لأنه الأسرة هي النواة الأساسية. يعني نحن إذا بدنا نحكي عن أسباب التنمر، فنحن بدنا نقول انه ما في طفل بالعالم بيولد متنمر، هي صفة غير فطرية، هي صفة مكتسبة. من اين تكتسب؟ هي تكتسب من الأسرة، تكتسب من اسلوب التربية المتبع مع هذا الطفل بالأسرة. يعني وقت بيكون الطفل متربي بطريقة انه هو رأيه غير مهم، غير محترم، ما في، هو ما متحمل مسؤولية لانه اهله ما حاسين انه هو على قدر هاي المسؤولية، فما بيعطوه مسؤوليات. طفل متعلم دائما انه هو مهان وما له هو مهم باي شيء، دائما في لوم، في نقد لكل تصرفاته. يعني نحن كمربيين لازم ننتبه وقت بدنا نحن نعدل سلوك، نحن ما بدنا نتوجه باللوم والنقد، نحن بدنا نعدله بطريقة تانية، هو ما يحس حاله انه هو دائما بدائرة اللوم والنقد.
فكل هي الأساليب التربية تؤدي إلى أنه هذا الطفل إما يكون عم يكبت المشاعر السلبية وبده يوجهها بغير مكان يعني بالمدرسة، أو أنه إذا تعرض للتنمر بالمدرسة فهو حيتقبل أنه هو أوريدي بالبيت ما له محترم ولا له ولا رأيه غير مسموع. فكتير مهم هاي النقطة، يعني هي الأسرة هي النواة الأساسية. يعني أستاذي لوليتا أنا هلأ أخطر لي سؤال وأنت عم تحكي، ما ضروري كل شخص متنمر هو شخص متنمر عليه؟ لا مو بالضرورة. يعني مو بالضرورة، ممكن يكون هو شخص أسلوب التربية المتبع معه بالبيت أدى لأنه هو يكون حاسس أنه هو غير يعني غير فعال بالمجتمع، ما له دور مهم، دائما غير محترم، فهو هاي بتكون عنده مشاعر سلبية. هاي المشاعر إما بده يكبتها داخله وبده يطلعها برا البيت، يعني هو بيروح على المدرسة فبيحاول أنه هو يبرز قدراته، فهو بيتنمر على غيره، أو بيكون هو بالعكس أنه هو دائماً متنمر عليه بالبيت فهو معتاد على هذا الأسلوب، فبيروح على المدرسة عادي بيطبق نفس الأسلوب تماماً. بس يعني بما أن حضراتكم تربويين يعني بتلاقوا صعوبة في أن الأسرة تستوعب المعنى، وخاصة إن كانت هي أسرة قليلة الثقافة، مش كل الأسر عندها الوعي الكامل، مش كل الأسر حتى بتهتم بفكرة إن هي تطلع على كل ما هو جديد في عالم التربية، وحتى في ناس ما بتعترفش بالتربية الحديثة أصلا. لا أنا إذا بدك في أمهات هن المتنمرين على أولادهم. صحيح. طب دي تتعالج إزاي يا جماعة؟ أنتوا تربويين ولكوا في القصة. تماما، مثل ما قالت تفضلت الأستاذة لوليتا إنه دور الأسرة هي الحاضنة الأولى وهي المسؤولة الأولى عن التنمر. ليش عم نرجع نحكي الأطفال إحنا؟ ليش عم نحكي عن الكبار؟ لأن الطفل هذا مستقبلاً سيكون الكبير، سيكون المتنمر الكبير أو الضحية المتعرضة للتنمر، هو سيكون المدير في عمله ويتنمر على الموظفين. صحيح. يعني الموظفين علاقتهم مع المدير علاقة العمل فقط، ليس مسؤول عنهم خارج العمل أو يكلمهم بألفاظ مسيئة أو ألفاظ. فهذا الطفل الضحية سيكون ضحية المستقبل، والمتنمر سيكون المتنمر في المستقبل. لذلك يتم التركيز على الأطفال. لو يعرفوا الأهالي، في دراسة بتقول أنه 80% هو تأثير الأسرة على حدوث التنمر. صحيح طبعا. ليش؟ مثل ما تفضلت الأستاذة لوليتا أنه منقول إحنا إذا الطفل بالبيت ممنوع تقول لا، ممنوع تبدي رأيك عن شيء، فهو تعلم يتقبل حتى الإساءة. صحيح. فسيسكت عن التنمر. هو في البيت يتعرض للتنمر من والديه بالكلام المسيء بالضرب، فهو سيقلد ويصبح متنمر. فأنا لما بعلم أولادي يعبروا عن رأيهم، ممكن تقول لا، أنا لما ما بسمح ابني ما بعلمه أنه مو مسموح تقول لا، هذا بكرة بيتعرض لأي شيء وما بيقول لا. صحيح. والأمر أكثر من التنمر، ربما يتعرض لتحرش جنسي ولا يستطيع أن يقول. صحيح. لا، لأنه ما قدر يقول لا. لما أنا ابني بده يعبر عن شخصيته، ممكن أهالي بيزرعوا ظنهم أنه عم يزرعوا الثقة بأبنائهم وعم يحمون من المجتمع فبينموه. فأنه في فرق بين أني أنا نمي ثقته بنفسه وأرعى شخصيته بين أني أجعله شخص متكبر ومتعجرف. هذا المتكبر والمتعجرف لابد يتنمر على الآخرين، لا يهم، حاسس بالفوقية، ما بيحس بالفوقية على الآخرين. ما بيعرف ما لما يدور الأهل بيعلموا الحقوق والواجبات، من أنا، شو اللي إلي، شو علي، حدودي، حقوقي مع الآخر، ما واجبي تجاهه، ما حقي، ما حق الآخر. لا أثبت شخصيتي بانتقاص شخصية الآخر. حتى في أهالي عندهم بين المرأة والرجل، يعني انتقاص المرأة، الرجل يرى ذكوريته بانتقاص المرأة. هذا هو تنمر، هذا سيبقى زوج يتنمر على زوجته، لن يفهم لها أي دور ويتنمر عليها. فهي خطورة الأمر، ودور الأسرة كتير في مناحي بيشتغلوا ممكن عليها الأسر، ويكون في دور توعوي مثل ما مثلا مثل ندوات سرالية يعني بتحصل، بيصير فيها توعية الأهل بأي مجال من المجالات، فالأم تنتبه إحنا ما كنا نعرف. صحيح. أثر هذا الشيء على أطفالنا وأثروا للمستقبل. الفكرة أنه دور الأسرة هو هي النواة، بس كمان صلة الوصل بين الولد والأسرة، بما أنه الولد بيقضي أغلب نهاره بقلب المدرسة، دور المدرسة أنه هي توعي الأسرة كمان. من هون يعني أجت فكرة الندوات والتوعية اللي بدنا نعملها للأمهات، لأنه فعليا في كتير أمهات ما بتعرف
شو التنمر. يمكن كمان يفكروا انه اي يعني مش بس اللي مش منتبهين انه اذا ابنهم بيتنمر او عم يمكن يكونوا كل ما حدا قال به لابنهم يجوا يقولوا عم يتنمروا على بنتي او على ابني, فيخلق هيدا الشيء بالعكس عقدة عند الولد. فكتير مهم انه دور المدرسة بتوعية الامهات والاسر, وكتير مهم من ميلة تانية انه الاسرة تتعاون مع المدرسة لما المدرسة تكون هي عم تجرب انه توعي الاهل على هذا الموضوع, ويضل في هالحوار بين المدرسة والأسرة. فهمت من كلامكم كده ان الحرية بتلعب دور كبير جدا, سواء في فكرة ان يتاح للطفل من بداية سنين حياته الحرية في فكرة التعبير, فما تخلوش يحس انه مهمش وبالتالي مش عايز يطلع عقده على اخرين في المدرسة او حتى في بيئة الاصدقاء وغيره من البيئات اللي بيتعامل معاها. فجيد, بس كده هيرجعنا لنقطة ان احنا فعلا في دولنا العربية ما عندناش المساحة دي للأسف. يعني مهما بلغت فكرة الحرية في حياة الأسر الا انها برضو بتيجي شوية وتهمل هذا الجانب وعندها مبرراتها. يعني ما تعليش صوتك على امك, طبعا في ضوابط في فكره الحريه, لكن ما تكلمش امك, ما تجادلش ابوك, يعني ده خلاص قرار انتهى ويكون حاجه خاصه بيه بجزء. يعني في حاجات بتبقى من المفترض تترك لي ان هو يختار, صحيح, لكن بيتسلب منه فكره الاختيار وبالتالي بيحصل مشكله سلوكيه. بس انا برجع اقول برضو ان بعض الاسر لما بتيجي تعالج الموضوع بتعالجه غلط. صحيح. انا اتنمر عليا في المدرسه النهارده, وليه انت ما ردتش؟ صحيح. وليه انت ما ضربتش؟ وليه انت ما كنتش ليك رد فعل قوي كده؟ هي يعني سوري او التعبير الدارج ان هم هيستضعفوك. صحيح. وكل يوم والتاني هتجي لي مضروب, طب انت خد حقك بايدك. صحيح. في هذه الجزئيه بقى بتبدا المشكلة تتصاعد. وفي تعليق بس عندي على فكرة, دور الأهل مو عادة مو دائما عفوا بيكون ليه أنت ما هيك عملت, ليش أنت قليل هيك تعمل. أحيانا بيكون على فكرة دور سلبي, يعني لا ماما أكيد رفيقك بيحبك, لا مستحيل ما قصده حتى, يعني أحيانا تماما أنه بدال ما في أهالي ممكن يقووا ابنهم أنه ليش أنت ما أخذت حقك بإيدك, ليش ما كذا, وفي أهالي بالعكس لا ماما نحن ما بنحب المشاكل, لا هو ما قصده, أكيد أنت بتطلع ولد مستسلم. صحيح. انهزامي. صحيح. يعني فهو دور الأهل أحيانا بيكون إيجابي وبيكون سلبي. صحيح. صحيح. ما هو هون نحن دورنا كمدرسة أنه حتى نوعي الأهل, في منهم بيكون هي تجربتهم الأولى, يعني نحن في عنا أولياء أمور بيكون هي تجربته الأولى أنه هن عندهم طفل وهلأ دخل المدرسة, فما بيكونوا هالتكنيك كلهم هن مو مارق عليهم أصلاً. فنحن هون دورنا, ومشان هيك نحن بمدارس الهدى بنعمل هاي, يعني حتى نحن عنا جلسات دائما مع الأهل, بأي مشكلة سلوكية بتواجهنا بنطلب مقابلة الأهل, بنعرف شو هي الخلفية الخاصة بهذا الطفل ضمن هاي الأسرة. إذا هو طفل وحيد, الأهل لسه صغار, يعني لسه هن تجربتهم الأولى, فنحن كتير منكون معهم, بنعمل خطة, يعني خطة ومنتابعها بشكل دوري, ومنشوف ما بنترك الموضوع لحتى أنه نوصل للهدف اللي نحن فعلا بدنا نحققه. انه في امور لا نحن لازم انه ننتبه لها, لازم كيف نتعامل فيها, كيف نرسم الحدود. يعني مثل ما حضرتك تفضلتي انه ما بيصير تحكي, لا ما بيصير تعلي صوتك, لا نحن بنحكي, لا انت بتعبر عن رايك, بس الاسلوب هو الفيصل. يعني انت تعرف انه ماما وبابا عم يحكوا, انا ما بقاطعهم وبحكي اثناء ما هن عم يحكوا, بس انا يعني بعطي ايماء لطفلي او طفلتي انه ايه ماما انا حاسمعك, يعني مو خلص اسكت وبس, لا. يعني هدول التكنيك كلهم نحن بنحكي فيهم للأهل, لأنه نحن هذا الجانب التوعوي اللي نحن ممكن أنه لنسبه قبل ما تحصل المشكلة وتوقع بشكل طبعاً كبير. طبعاً جميل, بس طبعاً أنتوا عارفين الفروق الفردية بتختلف طبعاً. يعني ظروف كل أسرة وظروف كل طفل مختلفة تماماً عن الأسرة الثانية. فكرة العلاج الجماعي دي الحقيقة ممكن ما تكونش مثمرة بشكل كبير. فهل أنتوا عندكم وقت فعلاً أن أنتوا تتعاملوا مع الأسرة لوحدها؟ أي فعلياً. تاخد وقتها في التعامل فعلياً. وفي العلاج وفي سماع حضراتكم. وهذا هذا المميز, يعني إنه لما يكون في مشاكل يعني بتحال المشكلة إلى قسم الإرشاد النفسي, وقسم الإرشاد النفسي يعني بقيادة مس لوليتا بيتابعوا كل مشكلة فردية لحالها, يعني بخطة بتنعمل مع اجتماع مع أولياء الأمور. صحيح. بينحط الخطط, اجتماعات دورية مع أولياء الأمور لنشوف هن شو عملوا بقلب البيت,
مشيوا على التعليمات ولا لا، بقلب المدرسة كمان مع الأساتذة مع المشرفين. فهي بتكون يعني في خطط معمولة بشكل فردي لكل ولد إذا في عنده مشكلة سلوكية أو تعرض لتنمر أو هو عم يتنمر على تماماً. أنا على أصحاب. أيوة أنا اللي بدي ألفت النظر إله أنه نحن اليوم ما شاء الله بمدارس الهدى والتعاون بينه وبين سراليا، وقت اللي عملنا الجلسة الحوارية كان هدفنا هو التثقيف لكل أولياء الأمور بدون حالة خاصة. صحيح. لأنه أنا اليوم ما بدي استنى يوقع ابني بمشكلة تنمر لعالجة، ولو إنها طبعا موجودة الحمد لله بالمدارس، إنه بمدرسة الهدى إنه إذا صارت مشكلة بينحالوا لقسم الإرشاد النفسي وهكذا. لكن أنا هدف من أهدافي بسراليا أنا أرفع الوعي إني أنا كيف بدي أعمل حصاني لابني ما يتأثر بالتنمر. تمام. وهذا هو يعني بداية الـ 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 الحمد لله نحن حاطين خطة يعني سنوية بدنا نعمل سلسلة من الجلسات الحوارية المجتمعية للأولياء الأمور لحتى نحن مثل ما بيقولوا قنطار يعني الوقاية خير من قنطار علاج، إنه أنا بالبداية بدي أحمي ابني أنا يتأثر بالتنمر بدل ما أعلمه إذا تعرض للتنمر شو يعمل، لا أنا بدي إياه أرفع ثقته بنفسه بدون ما نوصل لشوفت الحال والتكبر. صحيح. وخليه عنده حصاني. اليوم مين مننا يعني كيف فينا نوقف ظاهرة التنمر بالعالم؟ كتير صعب توقفيها طبعاً. لكن الأهم إنه يكون الإنسان عنده حصاني إذا صارت معه مشكلة هو ما تقرب على الشيء الداخلي تبعه وعلى مشاعره وما يضطرب. جميل. في كتير ألفاظ منتشرة تقولي باعتبار منتشر بالعالم منتشرة مثل ما كانت عم تحكي الأستاذة مدى قبل الفاصل إنه هذا منتشر عالمياً، ولذلك إحنا منلاحظ في انتشار لبعض العبارات وين ما بتروحي لأي لقاء أو برنامج أو تقري مدونة بتلاقي عبارات معينة. قد نرى هذه العبارة جميلة لا شيء عليها، امشي وراء مشاعرك، لبي رغباتك، أنت حر. هاي الألفاظ نجدها ألفاظ جميلة، أنا حر فعلاً، ولكن لو أخذت أبعادها أنا حر أفعل ما أشاء، أنا حر أؤذي الآخر، هذه حريتي، مشي ولا رغباتي، جاب علي صرخ، أضرب رفيقي، أنا زعجت منه، بدي أعبر عن غضبي. فكتير في أمور معينة توعية الأهل ووجود محاضرات معينة للأهالي هي بتزيد من وعي الأهل، يعني لما بيكون في استقطاب من المدرسة بتشجع الأهالي يحضروا المحاضرة. لو صح. تدعي لسيدة البيت بتقلك أنا مالي فاضية وعندي مسؤولية، ولكن مدرسة ابنها عملت محاورة محاضرة أو جلسة تفيد الأبناء فأكيد حتيجي، والأب اللي بيقول لها لا تطلعي ولازم تجهزي الطبخة حقيقة روحي احضري لأنه هو موضوع مهم. فهم بيجي كتير دور المدرسة الهام جدا بهالأمور من أمور التوعية. فلحنا هي موضوع أنه أنا حر، يعني نرجع للأسرة اللي قلنا هي الحاضنة الأولى والمدرسة هي الحاضنة الثانية ودورها هام جدا جدا جدا. لذلك بتلاقي أطفال بعد المدرسة إما زاد تحسن صحيح أخلاقه وتحصيله الدراسي، لأنه إحنا بنعرف إذا كان شاطر وعم يتعرض لإساءة بالمدرسة حيرجع يتراجع مستوى الدراسي أو سيتحسن مهاراته الاجتماعية. فهنا دور المدرسة دور كبير. لو نرجع إنه كلمة أنا حر، أحياناً الأهل ما بتفاصيل صغيرة الأم من تنشئة أطفالها هن صغار أطفال ما بتعلمه مسؤولية الخصوصية. لما بتلبس ملابسك سكر باب الغرفة، لما بتفوت على الحمام سكر الباب، لا تسمح لحدا يدخل وراك على الحمام. لا تسمح حدا يشوفك، أو بالمدرسة لا تسمح لأي طفل. فأنا لما بعلمه هون خصوصية أنت جسدك لست أنا حر فيه، لأنه أنا لما ببقى حر فيه حتوصلني للي هلأ شايفينه أنا حر أفعل بجسدي ما أشاء، أكون صبي بصير بنت، أجعل نفسي سلحفات. هلأ عم نشوفهم للأسف فيديوهات في العالم الغربي كانت في سلحفات تقطع الشارع ووقفت السير يمشي مثل السلحفات ببطء بشر. حتى طلعت وحدة تبعده اجت وحدة تدافع عنه دعيه انه حريته حريته. لا انا لست حر، جسدي اماني. جسدي ان اعلم اولادي جسدي اماني. لما بعلم اولادي جسدي اماني لا اسمح لاحد يلمسه ينظر اليه ولا انظر للاخرين ولا المسهم. هنا لما يتعرض للتنمر الجنسي اللي هو إساءة بألفاظ أو سلوكيات معادية تجاه جنس معين أو جنس الطرف،
يعني جنس مخالف للمتنمر أو أيوة. مثل جنسه. فهون أنا لا يقبل بالبداية أن يسمح لحد، بيعرف يقول لا، بيعرف بكل جرأة بروح بيحكي لأهله، بيعرف يوقف، ما بيكون خجلان، بيعرف يقوي. فلحنا كتير بنقدر نزرع قيم معينة وصفات حميدة وموجودة بدينا الإسلامي، هي غض البصر، ستر العورات، هو انه نحن اذا بنربي اولادنا على القيم الاسلاميه صحيح حليت ثلاث ارباع المشكله. تماما، انا احميه لانه هو اسمه تنمر جنسي، ولكن شو بيختلف عن التحرش الجنسي؟ لا ما بيختلف، ممكن يؤدي ل علميا التعابير ما في فرق، احنا سميناهن، ولكن هو استمراره هو تحرش فعلي. صحيح. لانه التحرش لفظ بذيء هو تحرش. صحيح. حتى لأن نحن هلا بزمن قلب المفاهيم، يعني عفوا صاير الجريء، ويعني الكلمة السيئة صارت جرأة وصارت صراحة، واللي بقلب على لساني يعني أحيانا كلمة مسيئة صاحبتها بتقولك أنا هيك صريحة، أنا واضحة، أنا اللي بقلب على لساني. أديق نحن هلأ بزمن قلب المفاهيم، ابتداء من التنمر، ابتداء من عفوا صار خلع الحجاب وعفوا عدم الاحتشام، صار انه هو حرية تحرر، حتى صارت الأنانية، صار الطموح، حتى صار عفوا النصب، صار دهاء. يعني نحن للأسف بقلب المفاهيم، وهذا الزمن اللي كله هيك شيء متخربط عفوا. فالتنمر اساسا نبدا مثل ما انت قلتي بالاسره وبرفع الوعي انه لا هي مو صراحه، هذا صحيح وقاحه. تمام. يعني الحل بهول الامور بيكون تماماً. يعني اول شيء بالتربيه على القيم، ثاني شيء كمان بالتربيه على تعزيز الثقه بالنفس. صحيح 100%. يعني في عندك كثير برامج بتقدمها المدارس، يعني عم نرجع للنواتين اللي هن الأسرة والمدرسة. صحيح. انه تقدم يعني اول شيء تربيه على القيم الإسلامية بالإضافة لتنمية الشخصية، لحتى اصلا اهتمامات الطفل بتتغير لما يكون عنده ثقة بنفسه، لما تكوني انت كأسرة وكمدرسة عم تقدموا له برامج لحتى يقدر يكتشف هو بشو. صحيح. مهتم بشو بده يطور نفسه، ان كان مثلا روبوتكس ولا الجروث مايند سيت او مثلا اسس الليدرشيب، الببليك سبيكينج، هيدي الامور كلها اذا الولد من هو وصغير تعود يقف على المسرح ويحكي، يلقي شعر او يحفظ القران ويشارك بمسابقات، يشارك بمسابقات منتل ماث او تيدكس مثلا، ساينس او روبوتكس او برمجه، كل هالامور رح تخليه تزيد ثقته بنفسه، وبنفس الوقت يركز على اشياء خلص يبطل يتطلع بانه والله انا بدي اتمسخر على رفيقي لانه جاي بالشغله الفلانيه، او انشغل بشيء ايجابي. بالضبط كده، بالضبط. يعني انشغل باشياء ايجابيه تنمي له شخصيته وتنمي له قدراته، ما ينشغل بصغائر الامور. صحيح. بس عارفه كمان استاذه، بلاحظ ان المؤسسات التربويه اللي بتبقى فاهمه دورها صح، زي ما حضراتكم بتتفضلوا، ده الحقيقه بتخلق هذه الشخصيه، وحتى الشخصيه الصغيره دي اللي هو الطالب المنتج اللي طلعوه في النهايه بيؤثر في الاسره بشكل ما. يعني هو اللي بيعالج اسرته سبحان الله. يعني احنا دايما نقول الوالدين هم المؤثرين، البيئه الاسريه هي اللي بتؤثر بشكل كلي. صحيح. ومباشر على الطالب او الطفل. بالعكس، المدرسه لما تكون مساهمه بهذا القدر. صح. الجميل والراقي اللي حضراتكم بتتحدثوا عنه، فعلا هو بيغير الاسره. طبعا كتير من الاسر، وده اللي عايزه برضو استاذه لوليتا توضحه لي، بيخفوا الثغرات او العيوب الموجوده في حياتهم العائليه وفي الجوانب السلوكيه. كل اب قاسي مثلا على الزوجه وعلى ابنائه، ما بتقدرش تقول كده للمدرسه لانها بتشعر بانها اقل، او ان ده هيقللها شويه في نظر المؤسسه التربويه اللي ابنها فيها. طب وليه هي شايفه كده؟ هي شايفه كده، فبتخفي كتير من المشكلات. أيوة. انتوا بقى ازاي تساعدوهم او تجروهم، او خليني اقول تفتحوا لهم المجال انهم يعبروا عن هذه المشكلة عشان تقدروا نحل هاي المشكلة. صحيح. هلأ هذا الموضوع مرتبط يعني بشكل مباشر بالوعي. يعني إذا كانت الأسرة واعية، مهما كانت نوع المشكلة اللي عند الطالب أو الطفل، إذا كانت الأسرة على درجة من الوعي، فهي بتعرف 100% أنه من واجبها
ومن الأفضل لهذا الطفل أنه هي تشارك المدرسة أو مو المدرسة، يعني هي بتشارك قسم في له أسراره يلي ما حدا بيطلع عليها، بتشاركه هاي المشكلة لنقدر نحلها، لأنه هي بالنهاية هي شراكة بين المدرسة وبين الأسرة لنوصل بهذا الطفل لأعلى مستوى بقدراته، سواء تحصيلية أو بقدراته الحياتية ومهاراته وتطويره، تطوير شخصيته. فنحن يعني منبني هذا الجسر بالثقة بيننا وبين الأهل لحتى هن يقدروا يفتحون هذا المجال. إذا كانوا الأهل من النوع اللي هن يعني خافين هاي التفاصيل، نحن يعني بالقسم يعني نحن في عنا فريق، يعني نحن بالبنائين مثلا عنا 6 أشخاص بفريق السايكولوجي، لأنه كل مرحلة عمرية إلى الكونسلر أو المرشد النفسي الخاص فيه، لأنه بتعرفي المراحل العمرية طبعا بتختلف مشاكلها، الكيجي مثلا مو مثل الطالب الثانوي. فنحن بزياراتنا الميدانية للصفوف، بمراقبتنا لسلوكيات الطلاب بالأحوال المختلفة بالبريك وبأثناء الامتحان وأثناء الرحلة وأثناء الحصة الدرسية، بنكتشف أنه هذا الطفل في عنده مثلا في سلوكيات معينة تحتاج أنه البحث فيها بشكل معمق أكثر. فوقت من 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 ناخذ هي الفكرة وبنعمل فوكس عليها، بنفتح ملف لدراسة حالة، بنلاقي أنه لا نحن لازم نشارك الأهل ببعض التفاصيل، فبنطلب مقابلة الأهل. الأهل وقت بيشوفونا أنه نحن مهتمين ونحن سعينا لنفهم المشكلة بدون ما هنن يتوجهوا لألنا، فهذا الشيء بيعمل هذا الجسر الثقة يلي هنن فعليا صارت كتير من هاي المواقف، يعني أنه الأهل نحن اكتشفنا أنه هذا الطفل عنده مثلا اضطراب سلوكي معين، وقت نحن استدعينا الأهل وحكينا معهم هنن شرحونا تاريخ الحالة يلي نحن شكينا أنه هو عنده هاي المشكلة، بس هن ما أفصحوا عنا يعني. فالثقة هي الأساس بأنه نفتح لهم هذا المجال. ممتاز. بس عارفة أستاذ مدى، بشعر أن المتنمر والمتنمر عليهم الاثنين ضحايا. صحيح. تتفق معي؟ أنا أتفق معك وبشدة يعني، وبشعر أنه ما في حالة تنمر إلا لقد ما رح يسكت المتنمر عليه. حيجي يوم وينفجر. بقى كيف حينفجر هون؟ يعني نحن بنشوف بالحياة عظماء كتير بالمناسبة ونوابغ وناجحين بحياتهم، كان سبب إثباتهم لنجاحهم وشخصيتهم هو حوادث بالصغر أو حالات تنمر مروا فيها، فبدهم يثبتوا العكس. بدهم يثبتوا العكس. بس بقى هون يعني مثل ما في ضحايا أنه متنمر عليهم فشلوا بحياتهم، في ناس كانت شخصيتهم قوية وبناءهم الثقة بنفسهم عالي لدرجة أنهم هني تفوقوا على نفسهم. تفوقوا يعني أنت شوفي أغلب العظماء على فكرة بتلاقي أنه عندهم طفولة صعبة، كان عندهم مشكلة هن قدروا يتغلبوا عليها بكل المجالات، يعني مو بس بمجالات الأكاديمية، حتى صحيح. بالمجالات الفنية. صحيح. المجتمعية مثلا مثل أوبرا وينفري، مثل حتى مستر بين، يعني مين ما بيعرف مستر بين، هو أصلا بيتلعثم ما بيقدر. صحيح. يحكي. كان كتير معرض للتنمر بصغره، لما كبر هو قدر يحول نقطة ضعف لنقطة مركز قوة. صحيح. فبشعر أنه أحياناً بيكونوا صح ضحايا، بس أحياناً بحس أنه صارت هالشغلة لتطلع الشيء الحلو بالشخص أو حتى يقدر يتحدى حاله ويتحدى. صحيح. المجتمع. بس هون سؤالنا للخبراء، إيمت بيكون تأثير التنمر سلبي وإيمت بيكون إيجابي؟ بتوقع على حسب ثقة الشخص بنفسه أو الظروف اللي بتساعده، علماً أنه كمان بنعرف قصص ما كان في ظروف مساعدة رغم هيك أني أثبتوا حالة. هي إحنا بنلاقيها أكيد هالحالات موجودة، ولكن في ناحية مهمة أنه المتنمر هل هو ضحية أم شخص مؤذي؟ هو فعلاً غالباً ضحية. المتنمر المتنمر ليش؟ لأنه هو مو سلوك مثل ما قالت فطري نشأ عليه، هو بيحب العداوة، هو سلوك مكتسب بده يكون اكتسبه من مكان ما. صحيح. فاكتسابه من الأهل، إذا الأهل بالبيت ألفاظ بذيئة، ضرب، تعنيف، أكيد هذا السلوك المعترف. صحيح. أحياناً هو بيكون عنده مشكلة، ما عنده مشاعر مؤلمة داخله ما بيعرف يعبر عنها إلا بالإيذاء. فهو ما بيعرف يتعامل. احنا فلما بنجيب هالحاله مثل ما ذكرت الاستاذه لوليتا بالمدرسه وبنشتغل عليها بنشوف شو في وراء هذه التصرفات. صحيح. المؤذيه عنده مشكله ما. احيانا بفوت على المدرسه جديد فبيخاف من الايذاء فيؤذي الاخر ليثبت نفسه. صحيح. فانا بعلمه طرق اخرى
لإثبات ذاته. صحيح. بحط له سيناريوهات لمواقف متعددة، بقول له كيف ممكن نتصرف؟ تصرفت هيك، ممكن تتصرف هالطريقة، بضل بتحاول معه ليلاقي طريقة هو أخرى يقتنع فيها. إذا هناك طرق أخرى غير الأذى، لأتحاور، لأثبت نفسي، لأبدي رأيي. يعني هو أحيانا ضحية إيذاء بيت أو ضحية لمشكلة لم تتم معالجتها أو صحيح. تقليد. يعني للأسف منلاقي حتى الكرتون في تنمر. صحيح. يعني بيرجوك تنمر تنمر وأذى، فكان هو ما تعرض لعقاب. صحيح. هو فاز بالنهاية. صحيح. لما بيلاقي في فوز بالنهاية فبيفكر إنه هذا هو الشيء الصحيح، النتائج مضمونة، لن أتعرض للأذى. كثير منلاقي هاي. والعصابات بالمدارس إنه عصابات بالمدارس إنه أحياناً استجب لي حتى أحميك، ححطك أنت معنا، ما بخلي حدا يقرب عليك. يعني هاي من أنواع التنمر. وخاصة على فكرة في كثير المتميزين أصلاً هن أكثر عرضة للتنمر طبعاً من غيرهم. طبعاً يعني دائماً تلاقي المتفوق دراسياً طبعاً بتلاقي إنه الأولاد بتنمر عليه لأنه هن مو قادرين يصيروا، لأنه مختلف في دوافع الغيرة، لأنه يعني هي من دوافع الغيرة، دوافع دافع هام جداً الغيرة. صحيح. بس نحن وقت من ربي عند أبنائنا إنه إنك أنت شخص متفوق فمعناتها هذا هي ميزة كتير حلوة عندك، لازم تعرف انه وقت حدا يتنمر عليك او يقولك انه انت طول الوقت ما بتلعب معنا لانه انت ما بتحب تلعب، بينما هو بيكون لا عم يعمل سيرش على شيء معين الى اخره. فنحن وقت بنبني عنده انه انت صح، يعني مو بالضرورة وقت بيقولك اي حدا اي صفة فهي تنطبق عليك. تمام. يعني بنرجع دائما فعليا بنرجع لنواة الأسرة، لانه حتى يعني حتى بالمشاكل الخلقية، يعني احيانا بيكون في شخص في عنده عيب خلقي معين. صحيح. بتلاقي اطفال متعايشين مع هذا العيب وبيحبوه. ليه؟ لانه الاهل كانوا معززين هاي المشاعر. أيوة. فهو أيوة هذا شيء فهي باللاوعي هو يعني بتسالي انه انت مثلا هاي الوحمه اللي بوشك انت شايفها مو حلوه، بيقول لك لا كثير حلوه، لانه اهله اصلا باللاوعي دائما عاطينه هاي المشاعر فهو مكتسبها اساسا. صحيح. انت عارفه اللي بقى بيخليني استاء شويه الحقيقه، ان يكون في حد تربوي وفاهم كل الحديث دي وبشكل غير مباشر هو اللي يساعد على عمليات التنمر. على فكرة هو مش قاصد، معلم ممكن. ليه؟ لأنه بيخص بعض تلامسته بحب زيادة. هو أصلا إحنا بننجذب للجمال، فتلاقي الطفل بجماله ببراءته. أيوة. كل ما كان بريئه جميل أنت بتروحي له. صحيح. فالجزئية دي لازم تكون متوازنة جدا جدا في. صحيح. التعامل. لازم يدرك المعلم طول الوقت أن لو في تصرف زيادة كان لحد ممكن يجعل هناك تنمر. صحيح. صحيح. ممكن يخلق حالة تنمر يعني بتصرفه هو، يعني. صحيح. المعلم بتصرفه ممكن يخلق حالة تنمر. فهون كمان بيرجع نحن واجبنا مو بس مع الطلاب، يعني نحن كمان شغلنا مع المدرسين. نحن حتى مع المدرسين بنقعد معهم وبنعطيهم إرشادات كيف التعامل مع الاختلاف، كيف ممكن أنك تعزز الطالب بس بدون ما تخلق مشكلة مشاعر غيرة بينهم. تمام. وبين الغيرة غير يعني غير هادفة بينه وبين الطلاب الباقيين. فنحن شغلنا ما بيكون بس مع الأطفال أو مع الطلاب أو أولياء الأمور، حتى مع المدرسين نحن في عنا ورشات بنعملها معهم. لو يعرف كل معلم قد إيه وبيأثر تأثير غير عادي على مدار الحياة. صحيح. إحنا كل مشاكلنا النفسية هتلاقيها راجعة لمعلمين في الطفولة كانوا بيتعاملوا معنا بشكل مش صحيح. صحيح. أو الحاجات الجيدة تقولي آه ده الله يمسيه خير المعلم الفلاني. وهنا فكرة الأثر، يعني المعلمين كل ما يفهموا قد إيه هم أصحاب رسالة. صحيح. إنهم مكملين فكرة الأنبياء والرسل وإن هو بيحمل شيء جيد وممكن يؤثر على كل هذه. صحيح. النفوس الجميلة إنها. صحيح. تكون شخصيات سوية فيما هو قادم. وتكون منتجة وتكون نافعة لذاتها وعوائلها ومجتمعاتها. لازم يدرك هذا الدور. صحيح. يعني إمتى المعلم بيفقد شغفه في إنه هو يعالج مثل هذه الأمور سواء التنمر أو غيره من السلوكيات؟ هو كتير مهم أنه أي حدا بده يدخل على السلك التعليمي والتربوي يكون عنده هالباشن، أنه أنا عارف حالي جاي على تأثير كتير كبير على حياة الأولاد. يعني أنا مثلا يعني بعدني لهلأ بتذكر حادثة من يمكن كنت بعمري 10 سنين أو شيء هيك، كلمة قالت لي إياها معلمة بعدها لهلأ بترن براسي، كان لها علاقة بحصة الرياضة. كانوا يعملوا لنا شيء اللي منعربش على الحبل. ما كنت أقدر أعربش على الحبل، تلاقي الناس يعني دغري رفقاتي بيقدروا يعربشوا لفوق فوق، أنا ضلني واقفة على الحبلة.
تقلي المعلمه لو بدها شتي كانت غيمت روحي قادي. بعدني لهلا ما بحب اعمل رياضه من ورا كلمه المعلمه يعني، وكل ما بجرب اني بدي. فانا من اول ما دخلت على مجال التعليم وانا عارفه انه يمكن لاني عشتها فعارفه انه اثري قد ايه بده يكون كبير على الولد مؤثرة. فانا بنصح على فكره بنصح الاساتذه انه نهار اللي بتحس انه الباشن تبعيتك راحت لا لك مجال ثاني. صحيح، لانه الكلمه فعلا الكلمه بالولد هو صغير بتاثر عليه يعني لاخر عمره. صحيح. وممكن نفس الاستاذ اللي يمكن انا مثلا طفل يلاقيه انه بجنن وحكي معي كلام حلو ونصحني وعمل، ولد تاني يلاقي منه تصرف مثلا مش حلو. فمشان هيك لازم الاستاذ يحافظ على الباشن تبعيته ويكون عارف اهميه دوره وقديش دوره مهم بتنميه شخصيه الاولاد. وفعليا النهار اللي بتحس انه انت مش قادر، لانه هيدي منه وظيفه. صحيح. التعليم منه وظيفه. صحيح. التعليم منه انا رايحه على الدوام الساعه 8 راجع على بيت الساعه 3 خلص خلصت. لا، هيدي رساله معك 24. صحيح. على 24 بالعطله بالدوام بكل الوقت. صحيح. انت عندك رساله بدك تاديها. صحيح، جميل. بس لو رجعنا تاني لفكره التنمر استاذه مدى، يعني بشعر ان حتى فكره العقاب لازم تدرس كويس. يعني إذا بقى خلاص عندي حالة تنمر وفي متنمر واضح أنه لا يستجيب لأي تأهيل نفسي أو تقويم سلوكي في الوقت ده، إيه اللي يحصل؟ يعني إيه العقاب الأمثل أو إيه نوعية التأهيل اللي خلاص بقى هلجأ إليها وتكون هي المضمونة في القصة اللي خلاص تخليه يخرج بقى من كونه متنمر ويعيش حياة سوية مع رفاقه؟ يعني سؤالك للمتنمر ولا للمتنمر عليه؟ لا، شو المتنمر. المتنمر مش قادرة ان انا ابعده عن هذا السلوك، خلاص هو لا يستجيب. الاسرة كمان ممكن تكون شوية متجاهلة الامر، سايبة الامر يعني بتريح المدرسة اوكي هنعمل بس ما بنعملش. بس يعني ممكن نحن اذا عرفنا شو هي يعني الجذر تبع التنمر ممكن انه يعني لا يمكن ما نوصل لحل. تمام. لا يمكن اذا نحن عرفنا انه هو هذا الطالب وقت اللي عم يضرب رفيقه، طيب هو ليه عم يضربه؟ يعني إذا رجعنا للجذر النفسي للموضوع ممكن يكون هو يعني محتاج مشاعر إيجابية من أهله. إذا رجعنا للأسرة مستحيل ما نوصل لأي شيء، مستحيل، لأنه هذا الشيء اللي عم يعمله هذا السلوك في له جذر شعوري معين لا يمكن إلا أنه نلمسه بأي طريقة كان، وبس لنعرفه ممكن أنه نغير. ما بيصير أنه ما نقدر نغير، العلاج مضمون. يفترض، يعني يفترض أنه مضمون. ليه؟ لأنه في له سبب. يعني إذا هو مثلا محروم عاطفيا يعني. أيوة. لأنه تطبع، لأنه ما في شيء أنه بينخلق. بعدين هو يعني إذا كانت الأسرة مثلا في عنده حرمان عاطفي، يعني إذا كنتي عم تحكي مع طالب واستدعيتي أهله لأنه هو عنده حالات تنمر متكررة وتسألي الأهل مثلا في انفصال بالعائلة أو في تعدد زوجات أو إلى آخره، وتقلك أنه والله الأب إيه والله ماله موجود وهو ما بيشوفه وهو بيشتاق له، طب خلص نحن عرفنا انه هو في عنده حرمان عاطفي عم يعبر عنه بهذا الاسلوب. لانه الطفل احيانا ما بيكون عارف، يعني عنده مشاعر سلبيه بس انه ما بيعرف كيف بده يعبر عنها، فبيجي التعبير بهي الطريقه مثل ما تفضلت استاذه مدى، انه يعني بيعبر بطريقه بينفجر. طب هذا الانفجار هو بيكون هذا سبب هي التراكم الشعوري هذا. فإذا بحثنا لازم نعرف، لو شخصنا صح هنقدر نوصل للعلاج. صح، تمام. يعني إن لم تستطع الأسرة العلاج لابد أن تلجأ لمختص. أيوة. بالتعامل مع الأطفال. كما نلجأ للطبيب في حالات الأمراض. صحيح. لابد. وعلى الأسرة كمان لما تلاقي ابنه دائما مثلا يكرر التنمر، نفرض في نشاط معين، لو ترسله مثلا نشاط سباحة ودائما يتنمر على الأولاد، اشتكوا بالنادي إنه هيك، فأنا مثلا بقول له سأقلل وقتك، الشهر الجاي ما حسجلك، خاصة هي رغبة، فأنا بدي أعلمه عواقب تصرفاته. أنت لازم أعلمه الاعتذار، يعني هذا دور الأسرة، أنه أنا لما بده يغلط ابني لازم أعلمه الاعتذار. ثقافة الاعتذار صايرة مفقودة. صحيح. تعتبر عيب وأنا كل ما أتكبر. فهناك وسائل وهناك حلول، لا نفقد الأمل. ربما تحتاج وقت ولكن بإذن الله تحتاج، لأنه ممكن تكون لها رواسب عميقة جدا قديمة تحتاج، يعني هي ليست كبسة زر أغير الإنسان، هو إنسان، فبدي فترة لأقدر غير هالمشاعر اللي عم يشعر فيها، ومشاعره هي حتتحول لسلوك. فأنا ما بركز على السلوك، لو بدي له لا تضرب طول السنة حيضرب، فأنا أعمل على ما خلف هذا التصرف.
ما وراء هذا التصرف هون بيرتكز العلاج. أما سؤالك أنا هلأ بدي جاوب عليه من المتنمر علي، يعني أنا اليوم في شخص بحياتي مثلا متنمر، أنا هلأ أنا ما بني بصدد أني عالجه، مثلا هو شخص كبير خلينا نقول، هو أم، هو قد يكون يعني حدا من الأقارب، أنا هلأ ما بصدد أني والله وهو موجود، مثلا افرض أنه موجود بالعائلة أو مفروض بمحيطي، أنا بالنسبة إلي كشخص أتعرض منه للتنمر، الحل الوحيد عندي هو الطنش، طبعا مع زيادة الثقة بالنفس أكيد وتحصين حالي، بس أني أنا بدي طنشه، بدي أعتبر أنه هو عنده مشكلة نفسية وما عم بيقدر يسيطر على كلامه وما عم بيقدر كذا، وأحتسب الأجر عند الله، يعني الحمد لله لذلك ديننا هذا حالاته أنه نحن الحمد لله مأجورين على يعني يعني كظم الغيظ، يعني من ترك الجدال وهو على حق، أنا كفيل، يعني أنه الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لك أنه له بيت في الجنة. لذلك في عنا ضوابط وعنا قواعد إسلامية كتير بتريح كتير بتشعر، يعني كانت الأستاذة مايا عم تحكي على تأثير المدرسة وتأثير المعلم وتأثير التربوي وتأثير الأسرة، نحن هلأ أولادنا بهذا المجتمع وبهذا الزمن لسه كمان عم يتأثروا للسوشيال ميديا طبعاً، للمؤثرين صحيح. لأصحاب المحتويات عفوا من المحتوى المفيد جدا إلى المحتوى للأسف اللي مو بس غير مفيد، لا غير أخلاقي كمان، لذلك الكل عم بيأثر بهذا الطفل، خاصة إذا كان في ما في رقابة مع الأسف من الأهل، صحيح. أنه نشوفه ابنه شو عم بيشوفه، مين عم بيتابع، مين كذا، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة جدا، وانتشار المحتويات الغير هادفة مع الأسف على فكرة مو بس من الناس، يعني من الناس ومن خوارزميات الانستغرام لا تدعم المحتوى الهادف، يعني اليوم طبعاً. انت لما تطلعي وعم تحكي على الانستغرام، وأنا صاحبة صفحة والحمد لله أعتبر نفسي يعني نفسي مؤثرة، الله يا رب يجعله هادف يجعلنا بصمة إيجابية يا ربي بإلنا وإلكم إن شاء الله بهي الأمة، فأي ما لا يعني ما لا نلقى دعم كبير من خوارزمة الإنستغرام، ما بتدعم المحتوى الهيكل هذا الراية اللي هو بدون خلاعة، بدون تعرفي أنت مانك غريبة عن السوشيال ميديا، ف نحن ايضا نتعرض للتنمر على صفحات السوشيال ميديا، نحن ايضا نتعرض للانتقاد، نحن ايضا، لكن نحن مصرين انه نحن موجودين لنثبت حالنا، لنكون قدوه لهالطلاب الموجودين، لهالاطفال الموجودين، ناثر فيهم. اليوم لما بيشوفوا اصحاب محتوى هادف مستمرين بالتاثير، مستمرين بمحتواهم الهادف، مستمرين انه نحن بدنا نوصل رساله، بدنا نوصل كلمه بالتوازي مع المدرس الجيد المستمر بتوصيل الرسالة الصحيحة، بالتوازي صحيح. مع الأهل المتفاهمين، إن شاء الله هذا كله بيعمل عوامل أنه يطلع الطفل أو الطالب يعني شخص متزن. كلياتنا نبحث عن التوازن النفسي، ما في شخص يعني ما شاء الله من كل الجوانب متوازن نفسي، يعني طبعاً. يعني كلهم يجري يعني. لمستقر له، كلياتنا بدنا نجري للتوازن، للاستقرار، لهذا ما حدا كامل بالآخر.